لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 3 الصف الثالث الابتدائي ترم 2 الترم الثاني، والنهاردة لسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 1 pattern of change او انماط التغيير. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بناخد lesson 2 في chapter 1 وعنوانها traits او الصفات، والصفات دي بتتمثل في شكلنا، لون شعرنا، طولنا، لون عينينا، صفات كتيرة جدا دي ممكن نقول عليها traits أو الصفات. تمام، فالنهاردة بنتكلم عن الصفات اللي هي traits، ازاي ممكن نكون شبه بابا وماما أو جده وجدته، نكون شبه حد من طرف بابا أو ماما من قرايبنا عن طريق ان الصفات بتاعتهم بتتنقل لنا. فالصفات بصفة عامة ممكن تتنقل من الوالدين أو من الجد والجدة لأولادهم وأحفادهم كمان. هنتكلم عن الموضوع ده النهاردة بشكل جميل قوي، وهنوضح إزاي ممكن التريتس أو الصفات تتنقل من البيرنتس أو من الوالدين أو من الجراند بيرنتس الجد والجدة للأوفسبرينج. الأوفسبرينج أو النسل الذرية، الأولاد والأحفاد يعني اللي بيتولدوا بعد كده، زي التريتس أو الصفات دي بتتنقل لهم. ممكن نكون similar في إيه أو شبه بعض في إيه، ممكن كمان نكون different إزاي، ممكن نكون مختلفين إزاي. ده lesson 2 في chapter 1. فهنا طبعا بيقول لنا read and learn then answer. read and learn then answer يعني اقرأ وتعلم وبعدين جاوب. فالتيتشر الجميلة دي في الكلاس روم بتاعها بتقول الأولاد our abilities القدرات بتاعتنا change بتتغير as we grow، لما بنكبر كل ما بنكبر الابيليتيز بتاعتنا بتتغير زي ما خدنا المرة اللي فاتت، وبنكسب كمان abilities جديدة أو قدرات جديدة بمرور الوقت. But there are characteristics. Characteristics يعني صفات. Characteristics يعني صفات. That can't be changed. That can't be changed اللي مش ممكن تتغير. Like for example our height. Like for example our height. زي على سبيل المثال طولنا. We can't decide how tall we want to be. احنا ما نقدرش نقرر عايزين مثلا نكون طوال قد ايه، يعني ما ينفعش وانا صغير كده اقول انا عايز لما اكبر يبقى طولي 2 متر او 2 متر ونص. الصفات او الكاركترستكس بتاعتنا اللي هي الصفات الشكلية بتاعتنا ما بتتغيرش بناء على القرارات بتاعتنا، دي بتبقى حاجة موجودة فينا غصب عننا. This is called ده بيسمى a trait او صفة شكلية. So what other traits do we have? So what other traits do we have? ايه كمان من الصفات الشكلية احنا ممكن تكون موجودة عندنا؟ يبقى مرة تانية our abilities change as we grow but there are characteristics that can't be changed like for example our height. We can't decide how tall we want to be. This is called a trait. So what other traits do we have? فهنا طبعا أصحابنا بيقولوا لها الـ other traits أو الصفات الشكلية التانية. هنا صديقنا بيقول لها مثلا
I color. I color يعني لون العينين. هنا صديقنا بيقول لها hair color. Hair color لون الشعر. هنا البنوتة الجميلة دي بتقول لها height. height الطول. وهنا كمان صديقتنا بتقول لها nose shape. nose shape اللي هو شكل الأنف. دي طبعا traits أو characteristics إحنا ما نقدرش نتحكم فيها. ما ينفعش أقول أنا عايز لون عينيا يكون مثلا بلو. دي حاجة بتتنقل لي من البيرنتس بتوعي من بابا وماما، او ممكن تكون بتتنقل لي كمان من الجراند بيرنتس او من جدي وجدتي عن طريق بابا وماما. الكاركترستكس دي ما نقدرش نتحكم فيها، هي بتتنقل لنا كده زي ما هي. فهنا التيتشر الجميله دي بتقول لهم well حسنا all these traits are inherited. inherited يعني مورثه from our parents، احنا ورثناها من our parents. inherited يعني مورثة، احنا ورثناها. inherited دي كلمة جديدة برضو. from our parents من أبي من بابا وماما. and grandparents وكمان جدي وجدتي. could you please ممكن لو سمحت share with us ان انت تشارك معنا your inherited traits او الصفات اللي انت ورثتها من ال parents بتوعك وال grandparents بتوعك. يبقى مرة تانية well all these traits are inherited from our parents and grandparents. could you please share with us your inherited traits. طبعا كل واحد منهم هيعمل sharing وهيشارك ال inherited traits أو الصفات الموروثة اللي هي ال أو الصفات الموروثة اللي هو ورثها عن أسرته. فصديقنا هنا بيقول لها I have blue eyes like my grandma. I have blue eyes أنا عندي عينين زرقاء like my grandma زي جدتي. هنا صديقنا بيقول لها I have dark hair like my mom. I have dark hair like my mom. أنا عندي شعر غامق لونه أسود غامق كده زي ماما. هنا صديقتنا بتقول لها I am tall like my dad. I am tall like my dad. أنا طويلة زي بابا. وهنا صديقتنا بتقول لها I have a tiny nose like my aunt. I have a tiny nose like my aunt. أنا عندي أنف صغيرة كده زي عمتي. فطبعا احنا كده عرفنا ان في حاجة اسمها traits او الصفات. التريتس دي او الكاركترستكس دي بيبقى في جزء كبير منها inherited. inherited او موروث from our family from our parents and from our grandparents and from our relatives من قرايبنا كمان من ناحية بابا او من ناحية ماما. تعالوا نشوف موجود ايه كمان عندنا في الدرس الجميل ده. في جزء جميل جدا هنا، هو الجزء ده اسمه letter of kittens. letter of kittens يعني صغار القطط، ممكن كمان تيجي بمعنى فضلات القطط بس هي هنا معناها صغار القطط letter of kittens. هنا بيكلمنا طبعا عن التريتس او الصفات الشكلية اللي هي الكاركترستكس أو الصفات الخارجية الـ inherited أو الموروثة from our parents من والدينا و from الـ grandparents كمان من جدنا وجدتنا اللي بتوصل لنا وبيعرفنا على الـ characteristics دي أو الصفات دي في الـ kittens الجميلة أو القطط الصغيرة الجميلة دي. وهنا طبعا بيكلمنا عن الـ litter of kittens أو صغار القطط. فهو بيقول لك هنا Have you ever seen a litter of kittens? Have you ever seen a litter of kittens? يعني هل سبق لك أن رأيت صغار القطط القطط الصغيرة؟ Have you ever seen هل سبق لك أن رأيت a litter of kittens صغار القطط؟ A litter الصغار usually عادة has between 2 to 5 kittens بيكونوا حوالي من 2 لـ 5 قطط صغيرين of the same parents لنفس الأب والأم. A litter usually has between 2 to 5 kittens of the same parents. These kittens
هذه القطط look like their parents بيشبهوا والديهم but not identical. identical يعني متطابق، لكن هم مش شكلهم بالظبط، مش متطابقين في معاهم في الشكل بالظبط. these kittens هذه القطط look like their parents بيشبهوا والديهم but not identical لكن ما بيكونوش متطابقين معاهم في نفس الشكل. their fur يعني الفرو بتاعهم or eye color أو لون العينين is a trait هو صفة من الصفات الشكلية. some kittens بعض القطط inherit يعني بتورث fur color لون الفرو as their mother زي مامتهم and other kittens وبعض القطط التانية as their father زي باباهم. يبقى بعض القطط بتورث لون الفرو بتاع مامتهم والقطط التانية بتورث لون الفرو بتاع باباهم. يبقى مرة تانية their fur or eye color is a trait. some kittens inherit fur color as their mother and other kittens as their father. بيقول لنا كمان each kitten كل قطة صغيرة in the litter من الصغار receives بتاخد بتستقبل some traits بعض الصفات from its mother من مامتها. بعض الكيتنز الصغيرة دي بياخد بعض التريتس أو الصفات from their mother من مامتهم and other traits وبعض الصفات التانية from its father من باباهم. يبقى مرة تانية each kitten in the litter receives some traits from its mother and other traits from its father. So, لذلك each kitten receives a combination of different traits. Combination يعني مجموعة يعني تشكيلة of different traits من الصفات المختلفة. يبقى كل قطة صغيرة منهم بتاخد بعض الصفات من باباها وبعض الصفات من مامتها، علشان كده في الآخر كل واحدة فيهم بتستقبل أو receives a combination of different traits، بتستقبل مجموعة من الصفات المختلفة from their parents من والديهم. and that's why kittens in a litter and that's why وعلشان كده kittens in a litter صغار القطط can look similar ممكن يكون شكلهم متشابه but not exactly the same لكن ما بيكونوش بنفس الشكل بالظبط. kittens صغار القطط can develop ممكن يطوروا some traits بعض الصفات الشكلية as they grow بينما هم بينمو in their environment في البيئة اللي هم موجودين فيها. For example على سبيل المثال a kitten's claws اللي هي المخالب بتاعت القطط can be removed ممكن ان هي تتشال ممكن تتقص ممكن تتكسر في ال environment بتاعتها. yet this trait علشان كده الصفة دي is not inherited ما بتكونش موروثة to its own offspring وعلشان كده الصفة دي ما بتكونش موروثة ما بتتورث لل offspring بتاعها أو للنسل للذرية بتاعتها لولادها بعد كده when it grows لما بيكبروا. يعني لو الأب أو الأم الكلاوز بتاعتهم مكسورة أو مش موجودة أو هم موجودين مثلا في بيت وأصحاب البيت دول قصين الكلاوز بتاعتهم أو المخالب بتاعتهم التريد دي أو الصفة دي بتاعت إن هم ما عندهمش كلاوز is not inherited ما بتتورث to its own spring للنسل بتاعهم للذرية بتاعتهم. الكيتنز الجديدة اللي بتتولد بيكون عندهم برضو كلوز أو مخالب علشان خاطر دي مش موروثة it's not inherited to its own offspring when it grows ما بتكونش موروثة للذرية بتاعتها لما بيكبروا. وهنا أصحابي بيعرفنا يعني ايه traits يعني صفات شكلية or the characteristics هي الصفات that make an organism اللي بتخلي الكائن الحي look
and behave the way it does, the way it does. بيكون شكله وتصرفاته بالشكل اللي هو عليها. يبقى التريت هي صفة شكلية وصفة كمان أخلاقية. يبقى مرة تانية traits الصفات are the characteristics هي الصفات that make an organism اللي بتخلي الكائن الحي look and behave يبدو ويتصرف the way it does بالشكل اللي هو بيتصرف بيه. offspring offspring يعني النسل الذرية اللي هي بتتولد بعد كده is the newly product هو المنتج الحديث المنتج الجديد individual بشكل فردي. For example, you are an offspring of your parent. انت النسل او الذرية بتاع باباك ومامتك. Offspring النسل او الذرية is the newly product individual هو المنتج الجديد الفردي. و for example, you are an offspring of your parent. انت النسل او الذرية بتاع باباك ومامتك. وبكده نكون عرفنا يعني ايه trait ويعني ايه offspring ويعني ايه inherited او موروث ويعني ايه characteristics او صفات شكلية وصفات اخلاقية كمان. كل ده بنتكلم عنه في lesson 2 في chapter 1. اخر حاجة عايزين نتكلم عنها وهي الديفينيشن بتاع كلمة من الكلمات المهمة جدا اللي هي كلمة inheritance. inheritance او الميراث. ازاي الحاجة بتتورث؟ يعني ايه ميراث؟ يعني ايه الحاجة بتتورث من الparents للoffspring او لأولادهم؟ طبعا هنا بيقول لنا ان الinheritance او الميراث is the passing down of information هو المعلومات اللي بتمر من اعلى لاسفل characteristics الصفات يعني from the parents من الوالدين to the offspring to the offspring للنسل أو الذرية. يبقى مرة تانية الinheritance أو الميراث is the passing down of information هو المعلومات اللي بتمر من أعلى لأسفل characteristics أو الصفات يعني from the parents من الوالدين to the offspring to the offspring للذرية للنسل لأولادهم بعد كده. وبكده نكون أنهينا lesson 2 وأنهينا الكلمات الجميلة المهمة فيه. أنا عارف إن الكلمات ممكن تكون جديدة شوية بس لو إحنا قلناها مع بعض أكتر من مرة وفهمنا كمان الدرس بيتكلم عن إيه يعني إيه traits أو صفات يعني إيه characteristics أو صفات وإزاي في inherited characteristics أو صفات موروثة وبتتورث منين طبعا من البيرنتس ومن الجراند بيرنتس ويعني ايه inheritance أو ميراث زي ما خدناه من شوية وكمان فكرنا شوية كده واحنا بنقرأ letter of cadence أو صغار القطط الدرس الجميل ده هنعرف ان الدرس ده جميل جدا وبيكلمنا عن معلومات جميلة جدا وطبعا لازم نقرأ الدرس مرة لوحدينا لازم يكون عندنا الريدنج بتاعنا نوقف الدرس نقرأ لوحدينا وبعدين نشغل الدرس تاني لأن لازم نعرف نقرأ لوحدينا بشكل سليم إن شاء الله السنة الجاية هيكون عندنا امتحان لازم نكون شاطرين كلنا. بكده نكون أنهينا درس النهاردة. لو أعجبك الدرس أعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. في الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.